شكرا. سقوط القمر معنى الاسم العنوان. Today is October 1st, 2012, and we have the pleasure of doing an interview with the great artist from Lebanon, Marcel Khalifa, who performed a concert last night in the Meyer Horowitz Theater. So my first question I was asking about the meaning of Follow the Moon, this tour. الجولة كلها اسمها سقوط القمر مش كده؟ هو عنوان العمل الجديد سقوط القمر هو يعني مستوحى من عنوان قصيدة لمحمود درويش. هذا العمل هو يعني كان تحية مني شخصيا لمحمود بعد يعني رحيله 4 سنوات، وأحببت أن يكون هناك هذا المشروع اللي بحثت بكثير من القصائد القديمة والجديدة، ونوع من هيك إذا بدك عربون وفاء للعلاقة الإنسانية والشخصية والشعرية والموسيقية مع شاعر محمود درويش. تعرف أنا منذ البداية كان محمود درويش يعني يمثل لي شخص قامة شعرية كبيرة، ومنذ البداية أخذت قصائده، ولم أكن أعرف منذ البداية أن هذا المشروع سيكون جدي إلى هذا الحد. يعني بداية كنت أتسلى، يعني أحاول أن ألعب في بداية الأحداث اللبنانية، وكان عندي دواوين محمود درويش، وكنت أستخرج بين الفينة والأخرى مقاطع من قصائده. وبعد مدة قصيرة أصبحت هذه القصائد وهذه الأغنية على كل شفة اللسان، وما زلت لليوم يعني قريب من هذه القصيدة، مع أنه يعني عندي أعمال كثيرة موسيقية ليس لها علاقة بالقصائد، ولكن تجربتي مع محمود درويش كانت تجربة معبرة وراسخة في أذهان الجمهور أو الناس. سقوط القمر يعني هو عنوان قصيدة، وفي نفس الوقت يعني كمعنى شعري جميل. يعني القمر دائما نحن نقول طلع القمر، هون سقط القمر، يعني في له معنى داخلي يعبر عن أسى مرحلة أو أسى موقف أو ما شابه ذلك. وهرجك عملت مع شعراء غير محمود درويش؟ نعم. كمان اشتركت مع أكيد لحنت كثير لشعراء عرب كثيرين، يعني محدثين شعراء جدد وشعراء قديمين، وكانت التجارب لها أيضا كانت لها حضورها، ولكن تجربتي مع محمود أخذت الحيز الأكبر من شغلي ومن عملي. فتفتكر هتكمل المشروع ده بالتلحين ولا هل في تغيير بعد ما توفى؟ لا هناك الكثير، ترك محمود الكثير من القصائد. كل مرة أعود لقراءة أعماله الكاملة أحس بأنه يعني يلزم وقت طويل طويل كي واحد ينتقي من كل هذه القصائد. يعني رحل محمود، وبالطبع بالنسبة لي كان كموقف شخصي يعني خسارة صديق وخسارة إنسان، ولكن العزاء أنه محمود ترك وراءه الكثير من القصائد الجميلة والكثير من الكتب والكثير من الدواوين. جميل. كنت عايز أسأل حضرتك عن ماذا تريد الموسيقى تعمل في الدنيا ليك شخصيا، للمجتمع، للتاريخ؟ الموسيقى يعني أنا من عندما كنت صغيرا لليوم كان يعني يأسرني الطنين، الصوت. كنت أذهب مع أمي كنت صغيرا إلى الكنيسة كي أستمع إلى تراتيل، ولم أكن أبحث عن الله، ولم يكن في باب واردي أنه يذهبون إلى الكنيسة أو إلى المعبد أو إلى الجامع كي يتوحدوا مع الله. لا كنت أذهب لأستمع إلى الترانيم، ومنذ الصغر أحسست بأن كل شيء له علاقة
في الطنين في الصوت يعنيني. بعتقد أن الحياة تلونها الموسيقى، يعني الموسيقى أعطت للحياة معنى آخر. يعني لا أستطيع أن أصف الموسيقى ولا أستطيع أن ألمسها، هي منتج غير ملموس، هي منتج. فأتصور أن وجود الموسيقى زين الحياة وأعطاها بريق، وتماما يعني كالوردة في الحقل أو أكيد. بس أحيانا بعض الأغاني بتحمل رسالة معينة، هل يعني ولا هناك دائما هناك موقف حتى بالموسيقى أيضا. يعني ما لا أعتقد أن هناك مؤلف أو فنان يعمل عمل فني دون أن يكون وراءه فكرة أو معنى أو هدف، إن كان في مجال الحب أو الحرية أو الإنسان أو الحرب أو العدالة الاجتماعية أو أي أو الطفل أو المدرسة الجامعة. دائما يعني وراء كل عمل هناك فكرة، هناك هدف. عشان هيك يقولون العمل الفني الهادف الذي يكون وراءه رسالة. هذه الرسالة هي ليست رسالة بالمعنى سياسية، مثل السياسيين بيطلع على المنبر ويتكلم ويقول كيف يريد أن يصلح أو كيف يريد أن يخرب في نفس الوقت. إذن العمل الموسيقي والعمل الفني أيضا عنده هدف. أحيانا في الموسيقى لا تستطيع أن تفسر، هي الموسيقى بحد ذاتها هي تعطيك المعنى، هي تعطيك ال. من الحاجات أنا معجب جدا في الموسيقى بتاع حضرتك، إن أنا شايف إن يعني أنت عندك صوت مستقل عن العناصر في الدنيا، سواء اقتصادي أو سياسي. أنا حاسس إن عندك رسائل، ممكن مش هدف واحد، يعني رسائل وبتحاول توديها في الدنيا. ولكن أحيانا أنا مش عارف، يعني بفكر أو بقلق لو في ناس معينة عاوزين يحاصروا يعني هل تحس ان انت محاصر احيانا بالمتوقع؟ الجمهور مثلا امبارح كان في ناس بيطلبوا اغاني معينة، هل في وقت ان انت عاوز تقول لهم يعني لا انا مش عاوز يعني اكرر، عاوز اعمل حاجة جديدة؟ بالطبع، يعني كما ذكرت امبارح قلت لا مش بالبرنامج. يعني انا دائما في المسرح اريد ان اقول الشيء الذي يعني صممته على أن نقوله أو تدربنا عليه. يعني هلا إذا كان هناك أشياء ممكن واحد يقولها بيقولها، ولكن يعني لا أخضع إذا بدك لأي سلطة حتى لو كانت سلطة الجمهور. وأنا لم أكتب ولا مرة في حياتي لخدمة المستمع أو الجمهور، كنت عم بكتب لأنه أنا عندي حاجة أن أكتب الموسيقى، لأنه عندي أشياء أريد أن أقولها وأقولها في الموسيقى. لو كنت نجار كنت صنعت بابا، لو كنت مهندسا كنت هندست بناية، ولكنني أنا موسيقي فأريد أن أعبر من خلال الموسيقى بما يعني يكون في داخلي من أريد أن أبوح بما أريد أن أقوله، إن كان أبوح بالغضب أو بالما يحدث عنا أو بالحب أو بالربيع أو بال يعني هو تعبير عن أشياء أريد أن أقولها. وإذا صادف أن يكون كان هذا التعبير يلائم سمعك أو يلائم موضوعك يكون جيد، ولكن إذا لم يصدف وأن يكون هذا الاختراق وصل لك، أنا أكون قد أديت واجبي ورسالتي. يعني هي الحفلة هي ليست حفلة موضوعة أو مبنية على أساس أنه نريد أن نراضي الجمهور، بالعكس هناك تحدي معين مع الجمهور مع الناس، لأن الجمهور يأتي ليستمع إلى شيء يحبه. إذا كان هذا الفنان يعني يكون موجود وحاضر، كما رأيت البارحة هو جمهور مختلط فيه كثير من
الجمهور المتنوع، ناس يمكن بيعرفوا موسيقى، ناس ما بيعرفوا موسيقى، ناس بيحسوا، ناس ما بيعرفوا كيف إنه ليش عم بيحبوا. دورك إنك توصل هذا العمل للناس. إذن هو دائما كمان أنا كفنان عربي عندي مهمات كثيرة. يعني لو أكون فنان أجنبي كان عندي هدف فقط هو تطوير الجمالية الفنية عندي أو الذائقة الفنية الجمالية، ولكن كوني فنان عربي عندي مشروعين في مشروع واحد دائما. الذائقة الجمالية يجب أن أهتم فيها، وهي التي تقدمني إلى الجمهور دون أن يعرف الجمهور بهذه الذائقة الجمالية. هو ربما الجمهور يعتبر أنه قريب، لأنه قريب من تلك الأهداف الفكرية والإنسانية، أنه نحن يمكن نتضامن مع القضايا العادلة الإنسانية. يأتي هذا الجمهور يقول أنه هذا يتضامن معنا، ولكن هو يأتي وهناك لعبة أخرى هي لعبة جمالية تقدم لهذا الجمهور، أن يدخل في عالم الفن الجميل الموسيقي الغنائي الشعري. وهذا أحيانا يصل دون أن يدرك المستمع كل هذه العناصر. يستمع يحب لأنه في البداية عنده صلة مع الفنان أو مع موقف الفنان الإنساني، ولكن بعد فترة يكتشف أن بقي لديه مقطوعة موسيقية أو بقيت لديه أغنية أو قصيدة، وهذا برأيي شيء مهم. أكيد دي من الحاجات الجميلة جدا. كنت عاوز أسأل حضرتك لو عندك نصيحة للموسيقيين، عشان مش كل الموسيقيين يقدروا أو يعرفوا إزاي يبقوا فنانين كده صادق مخلص. إزاي واحد يتجنب، يعني أنا بشوف كتير فنان موهوب ولكن تحت تأثير الاقتصادي أو السياسي أو ما يقدرش يحرر نفسه. إزاي يحرر؟ أولا أن تكون حر، هذا الشغل بدأ تشتغل عليها كثير، لأنه نحن ولدنا دائما عندنا، يعني أي إنسان في أي مجتمع في أي دولة دائما عنده هناك حراسة لهذا الإنسان منذ الطفولة حتى يكبر، يدخل إلى المدرسة، يذهب إلى الجامعة، يذهب إلى وظيفته، دائما هناك تأثير كبير ومنمط. كي تخرج من كل ذلك عليك أن تكون أولا شجاع، وأن لا يكون عندك خوف، يكون عندك جرأة أن تقتحم الأشياء. يعني أنا لا يهمني كثيرا على سبيل المثال الإعلام، ممكن الإعلام فيكون معك وفيكون ضدك، بس يمكن يكون معك مش مظبوط ويمكن يكون ضدك مش مظبوط. يعني فعليك أن تكون أنت حر وبعيد عن كل ما يحوط بالفن، وأن لا يعني تخلي الموجة التجارية أو الموجة يعني اليوم انتشار المحطات الفضائية بهذه الكثرة الفظيعة هو شيء سلبي وليس بإيجابي، لأنه يريدون أن يعبوا الوقت في أي شيء تقدم لهم إياه، وهذا سلبي للمستمع وسلبي للمجتمع. يعني أنا لم أدخل في هذا الوسط، كنت دائما على مسافة أخذ ما يعجبني من هذا الوسط. بس إزاي ننقذ الفنانين اللي هم دخلوا في هني بدي ينقذوا أنفسهم، ما حدا فيه ينقذهم. يعني ما حدا، ما فيك تساعد أنت، حتى ابنك ما فيك تساعده، هو الذي يساعد نفسه. يعني ما حدا بيعلم حدا، كل واحد بده يعمل تجربته. إذا كان عنده قوة وجرأة يستطيع أن يعبر، وإذا كان عنده أنه يرتهن لمواقف أو لمؤسسات سيكون هناك صعوبة تامة في الخلاص. يعني في الحفلة أنا حاسس برضه أن في توازن بين اشتراك الجمهور هم بيغنوا، وحضرتك بتشجع برضه أن هم يشتركوا. أحيانا أنا كنت عاد في حتة كان هم صوت عالي شوية، صوت الجمهور، فأحيانا أنا عاوز أن هم يسكتوا شوية عشان أسمعكم. إيه التوازن اللي بين الاثنين؟ أنا في الحقيقة يعني أحب أن يشارك الجمهور في صناعة الحدث. يعني ليس أن يكون مستمع سلبي يأتي كي يستمع إلى الفنان على الخشبة،
أن نكسر هذا الحاجز بين الخشبة وبين الصالة، وهذا كان منذ البداية، وقد نجحت في ذلك كثيرا، لأن هناك كثير من القصائد الصعبة والأغنيات يرددها الجمهور بهدوء واتزان، ولكن هناك أغاني فيها شعبية ويرددها كل بشكل عالي، ولكن هناك أيضا مساحة كي يستمع الجمهور أن يكون صامت، وأطلب منه ذلك صمتا عميقا. وهو وهل بيختلف من مدينة لمدينة أو من موقف لموقف؟ الجمهور هو جمهور نفسه في أي مكان ذهبت إليه، ولكن أكيد هناك تأثيرات أماكن، تأثيرات ثقافية، تأثيرات يعني إذا جاء طالب أو جاء مثقف أو جاء يمكن يستطيع أن يستوعب أكثر هذه التجربة من يعني أنا بعرف كثير ناس أميين ما لم يتعلموا القراءة والكتابة استطاعوا أن يستمعوا إلى هذه الأغنيات ويحفظوا عن ظهر قلب، وهذا أنا برأيي هذا شيء مهم، يعني حفظوا قصائد صعبة ولا يعرفون القراءة والكتابة. يعني الجمهور عندها هو جمهور متنوع، ليس هناك جمهور واحد. يعني حتى أنا في شغلي في مشروعي عندما سيضعون أسطوانتي في محل بيع الأسطوانات على سبيل المثال نأخذ فيرجن مثلا، لا يعني يتحيرون أين يضع هذه الأسطوانة، في باب الموسيقى الكلاسيكية أم في باب الموسيقى التراثية أم في باب الموسيقى الشرقية أم في باب الموسيقى الحديثة، أم ما عند، لأنه ليس لها إذا بدك كلاسيفيكاسيون، يعني عندها ما عندها تصنيف، لأنه ما بحب التصنيف. يعني يخطر على بالي أن أكون هناك أغنية شعبية أكتب، يخطر على بالي أن أكتب للأوركسترا السيمفونية أكتب إن كان كونشيرتو ولا إن كان عمل سيمفوني، يخطر على بالي أن أكتب موسيقى للرقص أو البالي، أكتب لموسيقى تصوير في موسيقى لأفلام أكتب، إذن أو موسيقى أكاديمية، كتبت كثير من الكتب اللي بيدرسوها في المعهد، الطالب بيدرس تمارين أو إتيود، يعني فعندي كل يعني عندي هذا الكون كله، يعني لست متخصص في جانب، يعني لا أحب هذا التعيين إنه هذا هو هنا، أحب الهنا المجموعة. فينا نشرب كوباية ماء معلش بطلع بالحديث معلش قصوا تعملوا مونتاج بعدين. You wanna cut it for a second? Okay. حاجة تانية أنا معجب أوي في الإنتاج أو حاجتك كفنان، التوازن بين التطور والاستمرارية. وأنا كنت عايز أسأل حضرتك يعني إزاي توصل التوازن ده، يعني واحد حاسس إن عندك جذور برضو في التراث ولكن الحاجات بتتطور، ودي حاجة نادرة في العالم الموسيقى كله. ملاحظة، سؤال جيد وملاحظة مهمة. كثيرا ما كنت أنزعج من يعني إبقاء الموسيقى في مكانها. يعني أنا مع جمع التراث وأن يكون هناك متحف أو مكتبة لجمع هذا التراث، جيد، ولكن أن نكون باقيين في المكان ذاته على ما أعتقد أنه هذا يشبه الموت، لأنه علينا أن يعني كل جيل عليه أن يصنع الحدث أو الحالة تاعه. يعني ما صنعه السابقون كان مهم، وعلينا أن نكتفي بما صنعه ونقول شكرا لما قدمته، ولكن علينا أن لا نبقى في المكان اللي هني صنعه وهو مكان مهم. أنت أتيت كي تترك بصمة، أنا أتي من ذاكرة، من تراث، من 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 بيئة، هذه البيئة أثرت في 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 دواخلي، في في حياتي، في في روحي، في عملي، لا أستطيع أن أتخلى عنها، ولكن أنا أعيش في عصر حديث ومتنوع ومتشابك، لا أستطيع أن أبقى كما كان جدي أو جد جدي، أو أريد أن أذهب إلى مكان أبعد.
يعني حتى ابني اليوم يجب أن يذهب إلى مكان أبعد ما أنا وصلت إليه. يعني إذا عمل مثل ما أنا عملت لا يكون شيء مهم. وأنا أكره المقلدون اللي الذين يقلد، يعني إذا حدا كتب موسيقى مثل ما أنا بكتب لا أستمع إليه، دائما أبحث عن عن شخص آخر يكتب موسيقى مختلفة عني. وأنا برأيي هذا هذا نوع من غنى في 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 التعاطي. أحافظ على الذاكرة، على الروح، على التراث، لأن هو أمتلكه في داخلي، وأريد أن أنطلق منه إلى مكان أرحب وأوسع، وأن أقدم نبض العصر نحن الموجودين فيه. يعني كل هذه الحركة، يعني أنا أنتقل أقلب المدن صفحة صفحة، كيف تريدني أن أبقى منعزلا في بيئة أو في مجتمع مسكر ومقفول؟ كل يوم ألتقي بناس، أشوف كل الألوان وكل الأعراق وكل هذا، هذا نوع من غنى على ما أعتقد أنه هذا أعطاني. يعني كل هذه الرحلات وكل هذا الترحال أعطاني هذا المخزون الواسع. وكما رأيت في الفرقة، يعني هي عدد هذه الفرقة يعني هي أكثر، ولكن أتينا بهذا المشروع من كل العالم، يعني ناس من مكدونيا، ناس من لبنان، ناس من فرنسا، ناس من فيينا، ناس من نيويورك، ولكن هم أتوا ليقدموا عمل قدمت، يعني كتبته. يعني بس ما بيزعجني هذا التنوع، بالعكس كان في هناك وحدة فنية عم تقدم موسيقى لشخص اسمه مرسي خديفي. هل في صفات، هل هي في، يعني هل في صفات معينة تحب فعلا تحافظ على الصفات دي حتى كل حاجة تانية تتغير؟ الصفات هي أولا يعني لم تخلو الحفلة من المقامات العربية، فسعة كانت موجودة بشكل واضح رغم حضور البيانو والأكورديون والكلارينات، وحاولوا أن يكونوا موجودين بهذا المشروع بهذا ولكن مش كانوا أنه يبا مثل واحد بيقول لك يأتي، يعني هو مستشرق مثلا يأتي إلى الشرق من يريد أن يدرس ما هو في الشرق. أنا لا أريد أن أدرس ما في الشرق، لأنه هذا الشرق أمتلكه في داخلي، أريد أن أنقل هذا الشرق إلى العالم، ولكن في لغة جديدة، في لغة لها هذا هذه النبرة أو هذا الإيقاع أو هذه في عناصر إيقاعية، في عناصر لحنية أكيد موجودة، ومنها تنطلق إلى ما هو أبعد. حتى فرقة الميادين اتغيرت من 5 سنين، يعني كان صوت تاني خالص من لا كل مرة يكون في مشروع. يعني ما أعرف أنت حضرت يمكن الماضي جدل لا تقاسيم. تقاسيم كان عود وكونترباس وإيقاع، قدم عمل مختلف. يعني بإطار اللي عم قدمه، ولكن في الجوهر في داخل هذا العمل هو نفسه. فهل اخترت يعني في مخك أنا عاوز كلارينيت مثلا أو عاوز أكورديون، ولا ناس موجودة فبتكون فرقة؟ لا يعني بعرف إنه تماما إنه شو ممكن يعطيني الكلارينيت أو شو ممكن يعطيني الأكورديون أو شو ممكن يعطيني العود أو شو ممكن يعطيني الإيقاع. John, do you want to ask? Maybe I can understand some of that. I just wanted, did you ask about the trio with his 2 sons that performed last year? And the kind of music that is in trio? Go ahead and ask him. Yeah, if Mustafa can translate. Just ask him. I just heard that there's a very interesting performance he did last year with his 2 sons. Oh, yeah, okay. Can you talk about that? All right. Albert, يسأل لك عن العمل اللي قدمته بمهرجان بيروت من سنة أو بسنة وشوي مع رامي وبشار، رامي بشار ومرسي خليفي. ممكن تحكي عن العمل هيدا وشو؟ الحقيقة هي تجربة، هي دعوة من قلب العائلة، إنه رامي وبشار هم أولادي، ولكن هني موسيقيين موهوبين في التأليف وفي العزف في البيانو وفي الإيقاع، فتنادينا أن نعمل أمسية تحاكي إذا بدك الشباب. وكانت في جاء من موسيقى حديثة، كان في البيانو، كان في آلات سنتيزر،
وآلات إلكترونية مع الأكوستيك العود، وقدمنا هذا العمل. وهذا العمل اليوم هلا نحن بصدد تقديمه في أوروبا، قدمنا في فرنسا، وهلا حنقدم نرجع بفرنسا، قدمنا في بروكسل، وعندنا جولة في أوروبا. عمل عنده كتير قبول واهتمام، لأنه هو ليس بعمل تجاري، صحيح أنه أحيانا إلكتروني أو شيء كذا، بس في ماس أو في حضور. كمان كما ذكرت مع الأخ أنه هذه الموسيقى الآتية من الشرق، ولكن استعمال هذه الآلات بطريقة تخدم موسيقتنا، ولا وأن ندخل في العصر أكثر وأكثر. Okay, I'll translate, and I'm sure he will tell you. Yeah, basically, it's, it says that this is a new project. It's a family project. It's something that we discuss within our family, and you know, and we're trying to create a new music that speaks to the youth, but at the same time emanates from our society, our culture, and then broadens up to international music, with the additions of synthesizers and piano, of course, and various percussive electronic instruments in them. But you know, but fundamentally, it emanates from our environment, our musical environment. But I'm sure there's a little bit more to that when you get that. بعدين استفدت كتير من إنه أنا أدخل إلى العصر أكثر من خلال رؤية الشباب. يعني رياض بشار هم من جيل يعني 28-29 سنة، يعني صحيح أنه أنا جمهوري يأتي من الشباب دائما كي يستمع إلى مشروعي، ولكن أريد أن أقترب أكثر من حس هؤلاء الشباب من خلال الشباب أنفسهم. Well, he's adding that first, I mean, one thing he said that his two sons are very gifted musicians, each in their own, and they're composers in their own right, and gifted musicians, and what he wanted to do, he wants to come closer to the experience of the youth, and especially, you know, the youth of the ages of his own sons. لما تكون فرقة جديدة، إيه الخطوات العملية علشان يعني تعلم مثلا هدجة وما كانش بيعزف معك قبل كده؟ الروتين بتاع التدريبات وعشان يعني كل هذا سؤال صعب جدا. يعني أنا مش يعني ممكن يكون في عازفين أقوياء جدا وموهوبين، بس كتير صعب أن تلتحم مع عازف إذا لم يكن هناك حياة مشتركة، رؤية مشتركة، بمعنى أن تعرف هذا العازف والعازف يعرفك، تعرف موسيقتك، وهذا العازف يعرف كيف هي الجمل التي أنت تركز عليها، ما هي روحك. هذا يعني ليس الموضوع أمر أنه أن يقرأ النوتة الموجودة على الكمبيوتر. أي واحد يستطيع أن يقرأ النوتة، يعني هو ليس بعمل أوركسترالي، بمعنى يعني أن تذهب إلى أوركسترا في الهارمونيك تقول أنه أنا كاتب كونشيرتو للعود مع الأوركسترا، أو كونشيرتو حيال آلي. أوكي، هناك خط عام يتقدم من خلاله العمل، هناك الأوركسترا يمكن بتقدم هذا العمل، في الشيف دوركاست تتكلم معه وتعطيه بعض التفاصيل، ولكن في نوع هذا العمل اللي أنت بتشفته مبارح أو اللي بقدمه أنا، في أكتر حياة مشتركة، بمعنى يعني هناك نظرة للموسيقي، هذه النظرة هي تعني الكثير. يعني هو يستطيع من خلال هذه النظرة أن يكتشف ما وراء هذه النظرة من أسئلة أو من اقتناع أو من عدم اقتناع. يعني هناك حركة على المسرح دائما حية ونابضة بين كل الموسيقيين، وهناك مجال للموسيقي أن يثبت وجوده. يعني
كل عازف من العازفين اللي شفته امبارح هو سوليست, هو متميز. يعني ليس هناك عازف تكملة عدد, ما فيش تكملة عدد. كل عازف يجب أن يكون بحد ذاته هو سوليست, وبطريق بهذه الطريق ليس بشكل سهل أن تبحث عن هؤلاء العازفين, هو عملية صعبة جدا. هناك الكثير من الموهوبين في العالم, ولكن كي يستطيعوا أن يلتحموا في هكذا أعمال, هذه بحاجة إلى وقت وإلى زمن. فمش شرط أن يكون مثلا من لبنان. لا لا لا, هي حاجة روحية أكتر. لا لا, ما عندي أنا فكرة الراس, شو بسموه الجنس يعني, أو ما عندي أنا. يمكن أستطيع أن نتحاور, يعني لا أعرفه, اليوم تعرفنا وحسست بأننا نستطيع أن نتقارب. يعني يعني ممكن أن أرى شخص في قريتي وأتطلع فيه وأحس بأنه غريب عني. ليس هناك شرط أن يكون الإنسانية هي إنسانية بدون شروط, بدون حدود, بدون فواصل. لما تبص على العالم العربي دلوقتي مع كل الموسيقى اللي فيه, ايه التيارات اللي تعجبك؟ انا عارف الاعلام يعني دي حاجه, هو الاعلام يعني هو الاعلام كارثه حقيقيه. هو يعني يلغي كل ما هو جاد ومهم, ويظهر كل ما هو تجاري وغير غير ذو نفع يعني. ولكن هناك كثير من الشباب يحاولون ان يعني يكونوا حاضرين, يعني ليس بذهني أسماء ولكن بذهني أنه هذه الحياة موجودة, وهذه الحياة تصنع الحدث دائما من خلال الفن, من خلال بالمجتمع. يعني هناك أعمال تظهر تباعا من خلال عازفين, من خلال مؤلفين, من خلال, ولكن هذه ليست متداولة في الإعلام أو في بس انه في حركة. ولكن كمان في مشكل انه هذا الوطن العربي عنده مشاكل حقيقية, مشاكل اجتماعية وسياسية وفكرية وايضا مشاكل اقتصادية, رغم الغنى والبترول والنفط والغاز وكذا. ولكن هذا البترول والنفط والغاز ليس لا يخص اهل المنطقة. هو يعني هناك توحش في سرقته او في تبديد ثرواته. ولو نحن نستفيد من هذه الثروة نستطيع أن نبني جامعة مثل هذه الجامعة, ولكن لن نستفيد منها. يمكن نبني مول مثلا لأنه يجوا يتسوقوا فيه العالم, وهذا شيء سخيف. يعني تسويق المأل وطعمي. يعني أن نبني جامعة أو رأي هذا مهم, أن نبني صرح ثقافي هذا مهم, ولكن كل الأغنياء والأثرياء أو يعني المسيطرين على هذه الدول هم ناس ليس لهم علاقة في هذه اللغة اللي نتكلم عنها اليوم. هو عاوز حرية أولا, يعني متهيئة طبعا, وهذا والحرية في المجال الفن في مشاكل. يعني صحيح. أنا شفت الـ DVD اللي حضرتك كنت عن أغنية يوسف, وبعد كده قاسم حداد مشكلة اللي أنا كان عندي فرصة كويسة أقابله في شهر 7 اللي فات, لعشان مراتي برضو شاعرة, هي شاعرة يعني من مصر, فراحوا مع بعض وقعدنا كتير. وبرضو ده كان في مشكلة في الكويت بين مش عارف أي بلد اللي منع القيس والليلة. في مصر دلوقتي في شوية حرية أكتر, فالموسيقى برضو أعتقد زاد طبعا بسبب ده تفتح, لكن الرقابة فعلا مشكلة في كل البلاد دي. انت شايف المستقبل ايه في بالحقيقة؟ يعني هناك تحرك, هناك حراك شعبي لا بأس به في الوطن العربي, ولكن هذا الحراك الشعبي لا نستطيع أن نلمس نتائجه بشكل سريع. على الأقل هذا الحراك حاول أن يزلزل الأنظمة, وأنا برأيي هذا مهم, لأن هذه الأنظمة كانت متملكة متسيطرة وكذا. هلا مش معناتها اللي عم يجي هو أحسن, ولكن على الأقل أنه قدر يزيح, قدر يعمل خضة. هذه الخضة أنا برأيي مهمة. ومن خلال هذه
انتفاضات أو هذه الثورات، يمكن اللي عملوا الثورة مش موجودين اليوم في السلطة، ولكن الموجودين بالسلطة بدهم يثبتوا وجودهم إنه يكونوا ديمقراطيين ويحترموا الحرية، لأنهم بثقت الثورة من هذا الواقع، وإذا لم يلتزموا بهذا مش حيكونوا موجودين، لأنه حيشيلون مثل ما شالوا الأقرع الأنظمة، حيشيلوا الناس اللي هني استلموا السلطة. إذا في بداية حراك، وهذا يلزمه وقت. إذا well, هل الشعب دي عاوز الحرية ولا مش عاوز؟ لا لا الشعب، هي المشكلة اللي بنشوف في مصر الشعب، الشعب عاوز الحرية، ولكن الشعب يعني ما تنسى انه هو له 50 سنة 60 سنة مقموع، يعني بطل عنده إمكانية انه يقرر. هو دايما يعني يتكل، انه ما في عنده هل يستنبط الشيء، بطل له علاقة في السياسة لأنه ما خلوه يتعاطى في السياسة، بطل له علاقة في أي مجال، لأنه كان في هناك سيطرة، كان في هناك قمع، كان في هناك قوة يعني على رأسه. بس أهل الأسباب في التغيير كان من ناحية دينية، فمثلا في مصر الوقت بدل من يكون في رقابة من ناحية سياسية هيكون في رقابة من ناحية دينية. صح إن هو ممكن يشيل الناس دول برضو بعد شوية، بس إيه بس أنا ما أعرف شو هيحصل ليه. هذا سيء طبعا. أنا أعتبر أن لا يجب أن يتدخل الدين في السياسة، لأن الدين عنده مشاكل كثيرة، عنده مشاكل في السماء يحل المشاكل المطروحة في السماء، ويترك الأرض للأرض يعني. فهناك كثر من الناس يستطيعون أن يبحثوا عن تطور المجتمع، فما بتصور أنه الدين والسياسي رح يقدروا ينتصروا يعني. بس انه بده يجرب الانسان، خلي يجرب. طيب اخر سؤال، في المستقبل انت شايفه تعمل الخطوه اللي جايه ايه؟ في حاجه في دماغك؟ ما في بالفن خطوات، ما في يعني. انا احب دائما هذا الغموض في الحياه، لانه هذا الغموض يصنع الحدث. يعني انا اذا بعرف انه شو مستقبل خط النوت اللي بكتبه اليوم، بطل اكتبه. يعني هذا الخط يجب ان يرسم لي غموض المستقبل، غموض هذا الغموض أعشقه وأسعى كي أكتشفه. ولو كان هو مكشوف لما كنت صنعت أي مقطوعة أو أي شيء. مش قصدي مكشوف يعني 10 سنين اللي جاي، لا لا حتى الفكرة لا اللي لا جاي في يعني. أكيد في مخططات لأعمال، ولكن هذه الأعمال ليست مبلورة بمعنى منجزة أريد يعني عارف كيف أسمعها. هي في ضبابية في رأسي، ولكن سيأتي الربيع ويكشف هذا الضباب إن شاء الله. John, any? أنا من تشك. Any other question? Well, I'm not sure. He doesn't know what I asked. I'm sure mostly covered what I want. I'm sure you talked to him about politics of the. Elabian interview, Elabian. A very rich interview. Extremely rich. Excellent questions. And once you listen, when you listen to the translation, the dubbing will be great. Right, was good. Mit Chakrin, oh, did you ask about? I'm curious about his audiences, if it's because we were talking about some of the students coming, there's some younger people coming, but does he feel like he's trying to reach out to more of a general American or North American audience when he comes over here? حالتي انه شافت انه كان في طلاب، وكان في بعض الاجانب الطلاب غير العرب يعني. هل انت عم تحاول انه توصل موسيقتك لابعد من الجمهور المعتاد عليه؟ هو لو سمع الحديث اليوم كان فهم. وانا بس في هديدة كان فهم الهدف. أنا عندي وساعة في علاقتي مع الإنسان، لا تتخطى دائما الحدود والمصالح والمجتمعات. يعني أنا زلمي جدا منفتح، والجمهور اللي هو بيجينا بكل الأمسيات اللي عملها في العالم هو جمهور متنوع. يعني صحيح أكثره يأتي من الجاليات اللي هي بتعرف عني، ولكن هو أيضا موجه للإنسانية بشكل عام، وأعمل من أجل ذلك. Yeah, I mean in his music he says that he doesn't put any borders between him and type of audience that will come and attend. I mean throughout his audience have been diverse, and yes, you know, the perhaps the majority are from Arab societies, Arab culture, and so on. But other attendants are from different cultures and
and his music expresses that. I mean, in terms of yeah, so he has no boundaries. My yeah. Because yeah. For someone like me or our wife, we don't understand the language, but the music transcends. The right. Yeah. And appeal. Yeah. Mm-hmm. And it was a wonderful concert. Yeah. Yeah. And it seems like a lot more people could and would appreciate. Mm-hmm. Absolutely, yeah. I mean, you know, in terms of getting his music out, I guess it has to do with like the project we're talking about, maybe with the symphony orchestra, which has their own seasonal ticket holders, mm-hmm. who would come to the concert. The one you sent me, the score for the concerto. Concerto. Yeah, you have the score. Yeah, copy. I tried to interest them, yeah, but it's yeah. very difficult to yeah. get things. ما بعتل له أنا ال concerto الأندلس. Yeah, yeah, yeah. I'll try to see if we can do something here. Yeah. Sometimes there's a kind of a clash in the identity. يعني الهوية تبقى بطبيعتها يعني مركبة. فهجرتك من لبنان وعندك يعني تاريخ طويل مع محمود درويش وناس عارفين ده. في نفس الوقت في حاجات تانية يعني في ناحية جاز أو ناحية ما أعرف سيمفوني أو حاجة زي كده. فإزاي يعني تودي كل رسالة في اتجاه يعني ممكن الناس دول يعني هو حاصل بصراحة أكتر حاجة نزار في آخر مرة رامي جه هنا هو كنان فالجمهور كان مين لبنانيين مش كده معظمهم متوقعين إن الابن يبقى زي الأب طيب الابن مش زي الأب خصوصا في السياق ده فإني كان المفروض الجمهور ناس تانية خالص يعني كان الفيلم يستمتع it's how you market it you know هاي دمام هاي مسؤولية المنظم yeah. يعني هلأ أنت بتقول إنه أنت وصل لك سكور ل ل ل كونشيرتو الأندلس هون نحن خلص دور الفنان لا صار دور أنتم مؤسستكم أنتم كيف تريدون أن توصلوا هذا العمل بالأوركسترا السيمفونية تقولوا إنه تعالوا يا جماعة نحن كمؤسسة هون باب للموسيقى نحن بدنا تلعبوا لنا هذا معكم هون نحن ما بطل دورنا صار دور مجتمع آخر أو سلطة أخرى يعني أنتم لازم تأثروا على هل هالناس أو بفضل إنه بترجم له لأفضل. Yeah, I mean, what basically it's saying is that you know all he could do is present his music. Which is international in its scope, and you know transcends nationalities and cultures and so on. That's all he could do in writing the music as a composer and as a musician. But then it is the duty of institutions like these mm-hmm. institutions to perhaps convince the performing arts to present his work, and that's the only way we can get his work to an audience beyond the Arabic community. That's basically what he's. في هوايات حتى بالنسبة لنا هنا. يعني إحنا في أثني ميزيكولوجي. منعزلين شوية عن الناس في موسيقى غربية. يعني أنا أستاذ موسيقى لكن مش ما عنديش علاقة جامدة بالناس اللي هم في أوركسترا والكورال والهاجات اللي هم شايفين اللي إحنا بنعمل في أفريقيا في الشرق الأوسط في. يعني على هامش أنا متحمس. بس أفريقيا أو الشرق الأوسط وغير يعني. ما هو شو الموسيقى يعني إذا جورجاك بده يعمل موسيقته إجا شاف تراث الفولكلور واشتغل كل موسيقى بيتهوفن هي كلها التراث والفولكلور الألماني إذا إنه ما في موسيقى تجي من السماء كل الموسيقى بتجي من الأرض من التفاعل الشعبي والعالمي وكذا يعني حتى لو أنتوا كنتوا اسمه إنه لازم تكونوا على تماس مع الآخرين تقولوا لهم إنه نحن بدنا نوصلكم أفريقيا لعنكم بدنا نوصلكم الشرق الأوسط لعنكم يعني كتير مهم أنه تصبح هذه اللغة موسيقى أفريقية تقدم مع الأوركسترا الفيلارمونيك إذا كان مكتوب عمل يعني هذا مهم وأنتوا عليكم أن يعني تبحثوا عن هؤلاء الناس يعني بالضبط بس هذا هون أنا بأخذ المسؤول هو اللي عم بقول هذه هي الصعوبة أنه من ناحية أنه السيمفوني أوركسترا اللي موجودة هون مغلقة على ال الجانر الكلاسيكي الغربي هو مش لازم ما بدهم يفتحوا لازم يفتحوا لأنه الموسيقى الكلاسيكية ليست موسيقى أوروبية فقط صح روح على أمريكا اللاتينية بتشوف شيء جميل روح على شرق آسيا بتشوف شيء جميل صح يعني إذا أنه فيها من كل لا كلامك مزبوط علينا إحنا نعمل يعني أنا ما بشوف موسيقى ألمانية ولا بس واحدة يعني إذا كانت ألمانية بتتعبني ما بدي ما في عليها
بدي اشوف كل هذا الانفتاح. صح، هنحاول. متشكرين قوي. شكرا شكرا شكرا. ثانك يو. كثير حلو المقابله. انتوا قاعدين في ادمنتون بكره؟ والله بكره اقدر. بكره على مونتريال.